بسم الله والسلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لبنى كوتيديا. واحد الأخت كتبت لي تعليق في فيديو تاع طريقة تثبيت عمود الستار، قالت لي باللي التثبيت تاع العمود الستار يعني لي ترانكل ساهل فوق لافايونس، يعني في الكوزينة تجي ساهل. باغ كونطخ دابخيال قالت لي في لي شومبر يعني حاجة واحدة أخرى، في لي شومبر يطيحوا. دونك كيما شفتوا لا تكنيك تاع البارح، تاخذوا القيس تاعكم من بعد تبوانتيو، من بعد ديروا لا ميش دو 6، من بعد ديروا لا ميش دو 10، وتستعملوا لي شوفي دو 10، من بعد تبداو تخدموا الخدمه ديالكم كما شفتوا في لا فيديو تاع البارح. نزيد لكم اضافه، ما تنساوش بلي هاد التقابي هادو ما تاع لي سوبور يعني زدنا كبرناهم. يا اخي شفتوا بدايه الفيديو جانسيست باش تشوفوا باللي كبرنا هادوك يعني التقابي هادوك تاع لي سوبور، واستعملنا بيان سور لي فيس طوال، خاطر كي استعملوا لي فيس قصار اوتوماتيكمون ما راحش لا ترانش ما راحش تشد الثقل تاع لو ريدو وبالتالي تطيح. حنا واش درنا هنا؟ درنا تقابي، درنا لا ميش نيميرو 6، من بعد رحنا لا ميش نيميرو 10 باسكو هنا باش ما ترتقلناش لا فايونس. نتوما كي تروحوا ديروا لي ترانكل في لي شامبر روحوا ديريكتومون تبداو بلا ميش نيميرو 10 باسكو لا فايونس والحيط ماشي كيف كيف، الحيط اللي ريزيستون يعني لا ميش، باغ كونطخ لا فايونس الي سونسيبل. دونك نبداو بالستة ونروحوا رقم 10. توت فاسو حنايا هذه هي الطريقه تاعنا اللي نخدموا بها، يعني باغتو وين نروحوا نخدموا بها. جامي اون ايو دو بروبليم، جامي يعني لي ترانكل ما طاحولنا، مهما كان الثقل تاع الريدو جامي ما يطيحولنا لي ترانكل. توت فاسون دوك نديكم لي شامب، فوزالي فواغ فوزالي كونستاتي فو ميم، يعني تشوفوا نتوما تلاحظوا بلي لي ترانكل لاباس عليهم في لي شامب يعني في الغرف. هنا راني نوريكم لو ريدو تاع لا شامبر اكوشي تاعي، راكو تشوفوا هذيك لا ترانكل، هذيك لا ترانكل اللي تكليكي، دونك ما عندي حتى مشكل يعني نفيسي ونديفيسي اكسيتيرا، يعني استعملنا نفس الطريقه اللي درناها في لا فيديو. شوفوا لا ترانكل لاباس عليها، باش تشوفوا انا عندي دو ريدو في هاد النوع هذا. بون سي دي ريدو تري سامبل، انا جو سوي تري سامبل، كاين ناس داروا لي تعليقات قالوا لي ماشي مزيان اكسيتيرا، انا لي ريدو اللي عندي راني استعملتهم، ما نحبش نخسر وما نحبش نبدر. هنا راني جبتكم معايا لا بتيت شامبر، لو ميم ريدو عندي زوج منهم، لا ترينغ لا ميم شوز، هذيك اللي تكليكي وراهي صحيحه وشاده روحها ولاباس عليها نفس الطريقه. كاين اللي قالوا لي بزاف عالي الريدو، انا فهمتكم في واحد لا فيديو قلت لكم باللي انا من العاده ديالي كي نشري ان ريدو ما نحبش نقطعو، تسمى كي نرحل توجور نطلع لو نيفو تاع يعني نطلع المستوى تاع لو ريدو تاعي اللي هو السيطار، باش هكدا جو سخي با اوبليجي دو كوبي من تحت، يعني ما نكونش ملزوم عليا باش نقطع من تحت عند الخياط. دونك نطلعهم حتى يجي الريدو مع الطاقه سوا سوا. اليوم ان شاء الله حبيت نوريكم كيفاش نقيسو الطول تاع لي ريدو تاعنا ولا لي طونتور يعني لي كاش ريدو. لازم تحطوهم في الارض باسكو يجو قباله في الارض، من بعد تحكموا القيس تاعكم كيما انا راكو تشوفوني هنايا حطيت لي طونتور راح نبلاصيهم في لو صالون تاعي. دونك قلت لكم دوك نوري لكم الطريقه اللي تقيسوا بها لي ريدو تاعكم. تبداو من لانو، يعني تبداو من النقطه العليا تاع لانو تاعك لو سيركل هذاك، وتجو جايين حتى تخلصوا لو ريدو باش تصيبوا القيس تاعكم سوا سوا تاع لو ريدو، باش هكذا تقدروا تفيكسيوه ما يجي قصير ما يجي طويل. هاد لي طونتور كانوا عندي ديجا، شريتهم دو بون كاليتي، قعدوا لي دي زاني هما ما تبدل والو. دونك انا نحب نكاردي الطول تاع لي ريدو اللي عندي كسا سوا دي طونتور ولا الفوالاج، نكاردي الطول تاعهم ولا ترانكل نطلعها هكذا، جو سوي با اوبليجي نقطع من القماش. كما قلت لكم قبل راني نقيس الطول تاع لي ريدو يعني تاع السيطار في الارض هكذا باش يجوني كاع قباله. كما راكم تشوفوني هكذا راني قستها بالمترا. دوك نوريكم واحد دون هنايا خرج لي زوج مترات و53. دوك نوري لكم واحد النقطه يعني ان ديتاي تري امبورطون، كي نقيسو الريدو راكو تشوفوني هنايا المتر وين حطيتها، حطيتها جست وين يبدا لانو يعني هذايا
انا كي ديميناجي يعني كي نرحل دائما نستعمل هاد السلال تاع البلاستيك، يعني لي كوربي هادو ما اون بلاستيك. ما نحبش نستعمل الكرتون لانه الكرتون يجي حاشاكم توجور يجي فيه لي كافار، دونك نيفيتي الكرتون ونستعمل السلال. بيان سور نلف الاواني تاعي بالجرائد باش هكذا نيفيتي الاحتكاك بيناتهم ما يتكسروليش الاواني. هاي الماشينه راهي تغسل الموعن وتعقمهم في نفس الوقت، والانسان يربح الوقت ويدير حاجه اخرى. اليوم ان شاء الله راح ندير التحليه، هذه فلان بنكهه قهوه سريعه الذوبان. هنا راني درت زوج مغارف سكر، اللي يحب الحلاوه يقدر يدير زوج مغارف ونص حتى ثلاثه مغارف كبار تاع سكر كريستاليزي. هنايا كاين نص لتر حليب، هنا كاين 4 مغارف فلان شوكولا. هنايا قيس يعني باكي تاع 50 غرام وزيدي له مغرفه كبيره. هنايا كاين 4 مغارف كبار تاع فلان شوكولا، نزيد مغرفه كبيره تاع قهوه سريعه الذوبان، ونزيد لهيها 50 غرام تاع الشوكولا السوداء. الخطوه الاولى راح نسخن شويه برك الحليب باش يدوبلي السكر كلكو سكوند، يعني بضعه ثواني برك فوق النار يدوب شويه السكر برك، ومن بعد نضيف له لو فلون شوكولا. هادو ما تاع لا دونتيل هذيك نهارات كانوا مسخين درتهم في لاف فيسيل. شوفوا هذه تعوجت لي شويه، هاي تعوجت لي شويه. انا كاميكاز نحب نسيي هاد الحوايج، يا لو كان نخسر هذيك الحاجه معليش، ليسونسييل نتعلم. انا هذه هي طبيعتي، قلت لكم دخلتهم في لا ماشين تعوجوا شويه، ما يعني سومون درجه الحراره تاع الماء. بعد واش درت، درتهم هكذا عاود حطيتهم حاجه ثقيله، درت كوكو طواقيله فوقهم، ومن بعد هذه تسقمت، هاي مسقمه، هذه بقات شويه ماشي حاجه. يعني حبيت نقول لكم باللي هادو ما سي دو سيليكون، يعني يتغسلوا في الماشينه ما تخافوش منهم، ولا داروا هكذا شويه بفعل الحراره تقدروا باغ اكزومبل تقلبوهم وديروا حاجه ثقيله ومن بعد تولي البلاستها ما تخافوهاش. بون نتوما بيان سور تحب تجرب، تجرب حاجه وحده برك. قلت لكم انا عندي هذيك الطبيعه نحب نجرب بزاف، معليش نخسر هذيك الحاجه بصح نتعلم. دوكا نروح نجيب الحليب ديالي، دوك نفرغ، انا جبت الحليب من النار، دوك نفرغ هذوك 4 مغارف تاع فلون شوكولا. دوك نرجع هاد الكاسرونه فوق النار يدوب لي شويه الفلون برك، ونزيد ملعقه تاع اكل تاع قهوه سريعه الذوبان. مانيش حابه يعني تفقد النكهه تاعها، يسخن شويه برك هذا ونفرغ الاخرى. دوكا جبتو من النار بضعة ثواني فقط، هاهو دوكا نضيف قهوه سريعه الذوبان، نعاود نرجعها للنار كي يطيب الفلون مع الاخر كامل، نضيف له الشوكولا، نخليه بضعة ثواني فوق النار باش تدوب لي شويه هذاك الشوكولا مع حراره الفلون، ونطفي عليه وندفقه في لي غامكان. هنا بعد ما طاب الفلون تاعي دوك نقص النار لو ماكسيموم بوسيبل ونرمي الشوكولا باش تدوب لي، نخلطها هكذا باش تدوب لي مليح. يعني الحراره هذيك تاع الكاسرونه دوبها، بصح كي نخلي النار يعني قليله تزرب لي تذوبها لي بلو رابيدمون باش هكذا ندفقها في لي غامكان. او طاب لي الفلون دونك نفرو في لي غامكان، درت بالفوي باش خلطت مليح هذيك الشيكولا. ريحه القهوه راهي تخرج من الفلون هايله. هادي نزيد الكاس ندفقها، عندي اللوز محمص في الدار الوغ كون كاسيتو بالمهرز هذا تاع الحطب، يعني ماشي شرط حتى نجبد الروبو ولا، خديتو هرستو. دوكا نستنى حتى يبرد الفلون تاعي باش نقدر ندير هاد اللوز كون كاسي، سينو يحبط لي لتحت. بعد ما بردوا لي مليح درت لهم اللوز كون كاسي، درت لهم الورق الشفاف، كل زوج ندير لهم وحده ونقسمهم في الوسط، ومن بعد نغطيهم مليح وندخلهم الثلاجة. كيما هنا اني درت زوج مع بعض، نقسم هاد البابي 3
ترانسبارون، لو فيلم ترانسبارون يعني الورق الشفاف. فوالا ونقسمو دوك، نسقمهم مليح وندخلهم للثلاجة باش يبردوا. نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامة والى اللقاء.